عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الزراعة المتطورة والزراعة الحديثة. نكمل حضرتكم تكملة الصبار الكلانشو والسن المسيح والدرس المسيح. وزي ما حضراتكم شايف دورنا الصبار بيعمل شتلات صغيرة في بعض الأسرار الصغيرة، زي ما حضراتكم شايفين هذه الأسرار الصغيرة هي هنعمل منها تريدة جديدة هتبقى شتلة جديدة، وبنحط في الأسرية كومبوست أو بيت موست أو ممكن يكون تربة من العادية خالص، كله يجوز يعني وتشتغل فيه. هذا معنا هذه التربة هي بنوقف الصبار ونوقف التربة أو البيت موست. وبعد كده بيتم الرهي. زي ما حضراتكم شايفين بعد قصرية هي، بعد كده بيتم الري وهي بنحطها على البلكونة. بعد فترة ان شاء الله شهرين ثلاثة بتبقى بندورها في قصرية تانية وتبقى زي الحجم الكبير ده، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. اخواتنا وابوالنا هم في عندهم بلكونات يهتموا بها شويه، زي ما حضراتكم شايفين المنظر البديع ده، مجموعه من الشتلات والنباتات الزينيه هي شجره الملايين ان شاء الله بتطلع صور جميله جدا حمراء، ومجموعه من الازهار والريحانات والروزماري وكل الحاجات دي، والعطر ما شاء الله عليه هو وادي فل وادي ريحان، مجموعه جميله. إن شاء الله نشتركوا بالإعجاب واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.